المريزاتين مع أميمة عياري. اهلا وسهلا ومرحبا بكم، وزلنا معكم واصلين حتى للمادي ساعتين، مادي ساعة واربعة وثلاثين دقيقة. اليوم بتجي بحضينا هي ممثلة بالأساس، كرونيكوز، منتجة برامج، كانت عندها تجارب إعلامية، قدمت عروسة وعريس داري ديكو. اليوم تجربة جديدة، برنامج هكا ثقيل شوية من نوعه، نحكي لكم على برنامج هذه آخرتها على قناة التاسعة، الكرونيكوز الناقدة مريم بالميمي. اهلا وسهلا. اهلا بيكم ميمة، الناقدة محلة سياسية عشك مفاهمة. مفضلك محل سياسي، مفضلك كل شيء نعطيه لكل مقام مقال. اكزاكتومون. اليوم ترفع تلبس بلوتو كاسكيت الناقدة ومحل سياسية؟ لا مانيش محل سياسية الغلطة، العبيد يسخيبوني أنا في البلاصة هذيك، فما برشا عبيد صارت اون كروند بوليميك من الأول كي سمعوا بيا معناتها في البرنامج كي خرجت لافيش نتاع احنا نتاع هذي آخرتها، العبيد قالوا شنو معناتها الغومبلاس ما يقصوري، شنو الغومبلاس منع شنو معناتها، شو يا أخي مريم بالميمي تفهم في القانون، تفهم في السياسة، تفهم منع شنو. لا لا أنا جو نغومبلاس بيرسون، ونحيي برشا ما يقصوري، معناتها نحب نوضح للمستمعين اللي يستمعوا فينا احنا توا، ونقول لهم اللي أنا راني بنعاود حتى حد، أنا مريم بالميمي كيما عرفتوني اول ما طلعت في التلفزه، معناتها حتى كي حكيت معناتها مع برهان وقتها على ليميسيون وكل شيء، قال لي مريم راهو حاش، قلت له انا راهو برهان، قلت له راهو انا معناتها في السياسه راني جو با معناتها كالي، فهمت؟ متشرجي يا مريم، جيت طول حسيت وتحب تجاوب بالناس اللي قاعدين نقدوا. لا لا جو خاطر انت قلتي محله سياسيه غلطه معناتها الكلمه، العباد خاطر اميمه لي جون اي بونس كو فريمون اكزاكتومون كلمه محله سياسيه او بروميي دوغري، الوغ كو تفادليك هي محله سياسيه. باش نقول لك انا شويه من التعليق اللي يمكن جات كي سمعوا مريم بن ميمي باش تكون في برنامج هذه اخرتها. مريم بن ميمي اللي تعودنا عليها في برامج لايت نوعا ما، امور جديه اضحك معنا، ما شفناهاش في برنامج ثقيل كما هذه اخرتها. المقدم برهان بسايس، على يمينك لطفي العماري، على يسارك مراد الزغيدي. اش تعمل مريم غادي؟ شنو هي الاضافه اللي باش تقدمها لنا؟ شنو هي باش تقول؟ شنو هو الاراء اللي تنجم اليوم انا تفيدني كمشاهد تونسي كي نتفرج في هذه اخرتها؟ هاك واش قلت لك انا، معناتها هذيك شكون نقول لك قبيله وميمه، قلت لك معناتها حكيت مع برهان من الاول، قال لي برهان راهو احنا ما حاشناش بيك كناقده سياسيه ولا كمحله سياسيه، قال احنا حاشنا بيك كمواطنه محبوبه، بيرسوناج بيبيك يحبوها، يحبها المجتمع التونسي ويسمعها، معناتها كلمتها مسموعه، و الانترفيان يتاثر على الناس، والانترفيان ببساطه معناتها مش لازم كل تيرم هذوكم كل ترو تكنيك وكل اللغه نتاع القانون واللغه الصعيبه وبالفصول وبالمعاشر هذيك كله البرهان تعلق على مريم بن ميمي. فهمت كيفاش؟ نعلق على مريم بن ميمي، معناتها اليوم انا اليوم جو كونستات وقلتها ديجا في التلفز معناتها دون ديز انترفيو، جو كونستات اللي اليوم الشعب كله ينجم يحكي على السياسه، السياسه ماهيش ما ولاتش حاجه معناتها كبيره برشا، اليوم كل شيء تدمو كل شيء ولا معناتها متاح اللي حتى المرأة الكبيرة الجاهلة اليوم مش قارية تنجم تحكي وتنقد في السياسة. اليوم اليوم مريم بن ميمي كي أول ما جاك الاقتراح وقالوا لك راك باش تكون موجودة في برنامج هذه آخرتها، ساعة قبل ما نتعدى للسؤال شكون اقترح عليك؟ خاطر شفتك في برنامج عبدالي شو تايم في الأول قلت رفيق بوشناق. شو أغز هو رفيق بوشناق كلمني وقتها، تحية لي دايما، نحيي برشا. حيوه برشا. دوك كلمني رفيق قال لي راهو هاو هك بالضبط او تليفون، قال لي مريم راهو جو فو لونسي ان بروغرام على ماغ شي با كوا، مي انت تو انونسي قلت لي انت تو فو بلو اتر كرونيكوز. وي قلت له وي افيكتيفون. مع مالك العوني وقت. فوالا مع مالك العوني. حيو مالك العوني زاد. حيو زاد مالك. دونك قال لي انت تو ديك تو فولي بلو اتر كرونيكوز، جو دي وي ما عادش نحب. ما عادش نحب حق لو ميتي دو كرونيكوز بالحق تجلي مخشمي، وبالحق ما عادش نحب معناتها نزيد فيه لحظه، وبالحق اللي هو معناتها لو ميتي دو كرونيكوز عملني برشا، مسني برشا، ظلني برشا في الكارير نتاعي اون طونك ممثله، فهمت؟ حرقك شويه؟ اي حرقني بيان سور كممثله، بيان سور اي واحد لا بيان سور اي واحد اي ممثل معناتها هي التلفزه من اصله تحرق، فهمت؟ اي ممثل يظهر في التلفزه هاو فما برشا مريم اليوم نقاهم دي كرونيكور ولا مقدمين برامج ويمثلوا موجودين في الاعمال الدراميه ولا في دي سيت كوم.
وين تلقاهم كيما شكون كيما كريم الغربي كيما بسام الحمراوي كيما جعفر القيسي كريم الغربي يخدم أميمة وكل شيء خاطر في بارتي دو الحوار التونسي وانا خدمت في الحوار التونسي جو سي كو الحوار التونسي سي اون ايكيب معناتها الحوار التونسي ما تجيش تاخذ ممثل كيما كريم ممثل معناتها كوميدي معناتها اوسي امبورطون كو كريم الغربي وتجي تحطو كرونيكور كهو معناتها حرام فما لطفي العبد اللي على قناة التاسعة يقدم في برنامج وهو يمثل يعمل مسرحية لطفي العبد اللي سي اون اوتر ديمونسيون فهمت سي كيك شوز دوتر معناتها مش معناتها جو كومبار ا كريم الغربي ونقول اون اوتر ديمونسيون بارابور ا كريم الغربي نو سي اوتر شوز لطفي العبد اللي لطفي العبد اللي يسب ويعمل وكل شيء وحتى حد ما يتمسش ما يتمسش لطفي العبد اللي ما يتمسش هذاك ان سالتهم البخت سالتهم الله فسالوه البخت هذه هي معناتها لطفي العبد اللي باغ كونت كريم الغربي ما تنجمش انت كريم الغربي ان توك انت معناتها برودوي كريم الغربي تخدمو كرونيكور كاو سي ان غاشي لازمك تخدمو في لي كم يضحكوا لازمك تحطوا في مسلسل ولا فيلم انت من انتاج الحوار التونسي معناتها فهمت سي ان كاشي دو سي كوم سا كي قال لك راك باش تكون كرونيكوز شنو هي الحاجه اللي خلاتك يمكن تبدل رايك بعد ما قلت راهو الكرونيكوز اليوم من هب ودب ينجم يولي كرونيكوز اي هو جاني قال لي رفيق الحق نتاع ربي قال لي راهو سافي ديفيرون قال لي راهو جو في فير ان تروك على راف ماك كيما في اي اف ام جو في برودوير لا ميم شوز في التلفزه انا نسمع معناتها انا من المستمعين راف وكل شيء معناتها يعجبني البرنامج نتاعو على الاخر خاطر فيه كل شيء اللي فاري عرض مغري معناه فوالا سا ما بلو يا اخي لقيت روحك مع برهان بسايس فوالا يا اخي عمتك قعدت كل حكايه هكا قعدت معناتها هيا وينك مريم هيا من شنو هيا باش نعملوا شنو قعدنا هكا اون نيغوسياسيون بعدين ما نكذبش عليك معناتها شفت رفيق ما فهمتش بد روحه شويه هكا معناتها من البرنامج ولا ما فهمتش جو سي با سكي سي باسي بالضبط يا اخي جاني برهان نعمل هكا بونجور قال لي برهان سي قال لي راني باش نقدموها يا مريم قال لي باش نعملوها سي خاطر هي الحكايه نتاع البرنامج هذا اللي خذتها انا تريني بوندون دو موا قبل ما اسو رياليز فهمت دونك قال لي يا نلموا بعضنا ونعملوها خفت لا انا ما خفتش من الاول خاطر انا رفيق قال لي معناتها قال لي دو كوا يساجي اما كي جيت ودخلت في وسط بحذايا لطفي العماري اما دغوات كوميم وبرهان مسايس مقدم ومراد الزغيدي لا ما الحق نتاع ربي ما يجي غير مولاد الزغيدي مولاد الزغيدي اعلامي عنده سنوات فما كورونس ما يتعداش بينك وبينه لا مش فما كورونس انا الحق نتاع ربي راه جيت على البلاتو هذاك ما نعرفوش مولاد الزغيدي راه Je ne le connais pas. Amen, Nahkilik. Andy, il y a une grosse pointure qui est à ma droite, il y a l'autre fille à Mary. Et une grosse pointure aussi en tant que présentateur, il y a au Brain Place. Femme, Martin, j'ai vu ces deux-là. Mourad Zri disait d'aller m'écrire. Marie, je m'étais rachat à l'île. Mourad m'en canal plus. Mourad, qui nous a dit d'agir au Balamé. Je dis pas le contraire. Femme, Mahad, d'accord, Zrena, on est le Hubo IG au Bratel Hez. Je suis collé clé à Marie Miazé. Alors, mon chahib qui est collé le Wahid Manach Wahid. On a un bâtiment à Bédi, on a vu une fichier, on a un autre fichier, on a fait قدامي يقول فلانة يقول له سامحني يقول لي سامحني ما نعرفكش سي با غراف جو تخوف با سا انورم فهمتش علاش العباد تتنرفز انا وعبد ما يعقلكش وما يعقلكش في الشارع ولا ما يعقلكش تدخل تشري في حاجه تقول له شنو سامحني كيفاش ما عقلتنيش انا مالي بن ميمي تي انا نفرح كي واحد ما يعقلنيش اليز تكون اكثر بيان سور باهي كي لقيت روحك بحذا لطفي العميري وبرين بسايس ومراد الزغيدي قلت انا شنو باش نعمل في وسطهم كيفاش باش نكون ظاهره قلت عملت كي شفت الحكايه معناتها وليت ياس السياسه وليت جيت انا قلت مزموني شنو هي الحكايه نتاعي معناتها انا هوني معناتها جو دوا هو يجي نقول لك حاجه جي با اي دو بروبليم الحلقه الاولى راه بون انت في الحلقه الاولى عملت بوم اكسبري الحكايه هذيك لا سيتي با اكسبري قلت لازمني خلي الحلقه هذيا ماركي وتدور على السوشيال ميديا لا سوق دعاره ما عنديش غزلي انا ما عنديش راهو ما عنديش جمله كل الحكايه نتاع لازمني نعمل بوز ولازمني كي نظهر لازمني نعمل حاجه باش يحكيوا عليه العباد نو جو مون فو انا فما برشا مرات طلعت وتعدى الباساج نتاعي حلو برشا وحبوا برشا عباد سون بور اوتون جو فاس ان بوز فهمت كيفاش؟ اما تلقاني نعمل ديما beaucoup de partage et toi tu le sais وانت عالميه وصحفيه تبارك الله عليك وتعرف وعملت برشا بارتاج ونمبر دو في محترم وسيركوليت في الباجيت الكل سوق دعاره الانستغرام ما غششش برشا دي انستغرامور يمكن نجموا نصنفوهم محترمين من كلام مريم بن ميمي على ليه عاد المجرب تحكوا جنب وانت كتعرف روحك محترم تو فما برشا عباد يجي يقول لك فنانه هذيك سافا با réputation نتاعها سافا با تيرزك الفنانه هذيك تيرزك الممثله هذيك انا ما عرفت نتمثل ان توك ممثله ما نتمثلش انا وليت توجع مريم انا نعرف روحي سكو جو فو ميمه وليت توجع كيفاش
تلكع انا كلمتك هكا قاسية شوية. بدلت استراتيجي، كنت كدوس مريم بن ميمي تعطي رايا تاخو بخاطر هذا وباخ بخاطر هذايا، توليت بدلت. Akaha, on change aussi avec l'âge, avec l'expérience, avec le vécu, avec beaucoup de choses. On change. Asmani, le monde a changé. Tous le mojtama a kollu tbad l'arbet tbad le nsei maraj qui m'a nsei bekri le jeu maraj qui m'a le jeu bekri ma bad jahajet tbad le bad jahmati tbad le kothut le khianet kothut l'hypocrisie le mojtama kothut le salqa kothut le nahb kothut le kothut kothut le nahb le bad. Maintenant, imagine si tu vas stagner, maintenant tu retournes du blast kalik où le monde évolue. Alors en bien ou en mauvais, il évolue quand même. Le monde est en train d'avancer et est en train d'évoluer. Ouais, tu t'as toujours aussi douce, aussi gentille, aussi réceptive ou on va te bouffer, surtout dans un domaine comme le nôtre. Donc, gros merci pour le programme Omour Jeddaya, le programme Jeddak Maana et les programmes que vous avez présentés dans le حوار ou la 9, c'est eux qui ont fait aujourd'hui Marim Ben Memi تكون طليقة اللسان أكثر، تقول رأيها من غير ما تخاف ومن غير ما توخر التالي. قولوا له merci. يعني برامج اللايت هذوما هما اللي خليوك اليوم موجوده في برنامج هذه اخرتها برنامج لازم كهو معناتها مش برنامج اللايت. خليش نقول لك حاجه، لو انت تقول برامج لايت راه موجودي اول ما طلع ما كانش لايت. موجودي كان يقدمونه في الوطني اللي هو كان يعمل فيه ان ترافاي جورناليستيك كبير برشا في موجودي، فهمت؟ وفريق العديد نتاعو كان كان كانوا يخدموا خدمه حلوه برشا، معناتها ترافاي ان غران ترافاي جورناليستيك كي في ديغيغ معناتها في موجودي. كنا اون تريتي معناتها لي زاكتواليتي دو بيي، اون تريتي دي سوجي هايبر امبورتون، كانوا العباد يتبعوا فينا بشيء كبير، عباد باهين وعباد عباد معناتها قارين. ونجحتوا ونجحتوا عملتوا نسب مشاهده عاليه. من بعد دوماج معناتها التوا يقعد لي انا ان غران بوان ديتيروغاسيون، ما نعرفش كيفاش التلفزه لا فيغي، ما نعرفش كيفاش كل شيء تقلبت الماشيه، ما فهمتش كيفاش. شنو معناها؟ اليوم ما فهمتش كيفاش كيسكي سي باسي. مشيميا هذيك هي ليسونسيال يفهموها. شنو معناها تقلبت مريم؟ معناها تقلبت ما فهمتش كيفاش. اومايم اون ايتي بيان اون بريزونتي كيك شوز دو بيان اي دان سول كو توت ا شانجي. كنتو يمكن فريق واحد يد واحدة تحبوا بعضكم الكل. كان جيت عندي اون ريبونس على سيت كيسيون، راني والله راني عطيتلك وراني وضحت برشا اسئلة يجوني من الشعب التونسي، معناتها علاش انا خرجت من ام الجدي، علاش خرجت من برنامج ام الجدي، وعلاش خرجت من برامج الاخرين. معناتها قعدت لك الحسرة كي قلت ما سبق عد ام الجدي وقعدنا كيما قبل انا خرجت بحسرة كبيرة برشا من الحوار التونسي. خرجت بحسرة كبيرة برشا ومرضت برشا. علاش؟ على خاطر معناتها عرفت برشا، معناتها عرفت برشا حاجات حلوه في الحوار التونسي، فهمت؟ وكل حاجه عملناها في الحوار التونسي عملناها كوم سي سيتي ان بيبي اللي نعوشناه وخرجناه للجمهور، معناتها بور كي فوا لو جور. معناتها كل حاجه تخدمت برشا حب. دونك فما حاجه كبيره صارت خليتك تو اباندون؟ مش حاجه كبيره صارت. تعرف انت كي نشوف حاجه معناتها كي انت تبدا تحب ياسر الحاجه، معناتها انا كنت ياسر نحب القناه واليوم نحبها قناه حوار تونسي ونشجعها اليوم، معناتها كي تقول معناتها كي تشوف برشا غلات ويكثروا بعضهم الغلات وتشوف العباد اللي كانوا يجير سوبر بيان ولا شويه مغلوب على امرهم وفدوا وقلقوا من المشاكل وقلقوا من المشاكل اللي هابط عليهم كي شتا، كي تشوفهم معناتها يحبوا يوخروا شويه هكا ويخليوا شويه ما يتسايب على البطيخ تو مال، معناتها تولي تقول خليني نبعث خير ملي نشوف هذايا. كيفاش يقولوا ما نغزرش بعيني كيك قلبي ما يوجعنيش وانا نرتاح. باهي مازلنا مكملين معاك مريم بن ميمي، نخرجوا فصل صغير وراجعين في ستار تايم. قضايا هزت الراي العام التونسي، احكام بالسجن وعقوبات، الناس غلطت وخلصت، وناس لعملت يدها ولساقها. قال لي انت دار فيك المراه نمرو 20 من النساء اللي تحايل عليهم باسمي انا. عام كامل ماني هارب، قعدت انا ومرتي وحكينا، نقدم روحي، ما نعديش مكتوب من ربي ونروح، يا اما نطلع ليبيا. عائلات خسرت اقرب الناس لها في جرائم بشعه. نرجع لحيثياتها وتفاصيلها. ما نجمش نعري روحي، ورس بنتي يقول لي انا مراشره، جميعتي هما باش يشوفوا ما سيبني الا ما قراي.
من ناس في قلبي تقسم وقت ناس في جنيحي تقسم ناس في روحي بالرسمي وحدي ما عندي حد. أسمعونا كل سبت أحد من مالي ساعتين المطلثة في نهج التريبيونال الانترفيو مع جهام بن عبدالله على إيفان أحلى راديو. إيفان أحلى ضحكة ديما بعد السهرة وبعد البليبي ما تلقى حتى طفل وانا معاكم في تليفونه ما عندوش نوامر عبيد يكري من عندهم في الديار. الجملة الشهيرة بعد كل سهرية وخلها حلوة السهرية وي ستي مانيفيكا البليبي بنينة وي وي أنا جداغ البليبي هاي الكلمة يكيفيه شنو اللي كيفيه اوتوماتيكمون نمشيو للريبرتوار تلقاهم قمرهم ساعات تلقاهم قايدة فقرة كاملة أما حبيب دار برد ودوش ما يمشيش وتلفزة مكسر. انتم تسمعوا في ستار تايم من نص نهار المريضاتين مع أميمة عياري. رجعنا لكم من جديد ما دي ساعة وخمسين دقيقة ما زلت بحضين مريم الميمي مريم تضحك إن شاء الله ديما تضحك يا ربي إن شاء الله يمتنا كلها مالغري المشاكل والوضع متاع البلاد اللي حزن الحمد لله واحد قاعد يحاول يتعايش. لفت نظر من الهايكة لبرنامج هذه آخرتها والسبب مريم بن ميمي على خاطرها تستعمل بكثرة اللغة الفرنسية. قلت انت انا نتبدل انا نحاول نبدل روحي ترى اليوم سي لو مومون انك تبدل يمكن لغتك ولا الفوكاب نتاعك يتبدل تولي تستعمل اكثر لهجه التونسيه. هذيك قلت لك بحذايا لوش في العمل مقدم برنامج بساز تنجم كان تتعلم تحكي بالعربي راهو تخي بيان سا فا فينيغ افيك لو تون جو سوي سيغ مال اي نورزلي جي نقولك حاجه وش نقول لك الحقيقه قولي الحقيقه ماذا بيا الحقيقه سي كان نحكي مليح بالعربي اما كي نشوفهم كيف يبداو يحكيو بالعربي الفصحى نتعقد. دونك تقول انت خنجنقل عليهم انا بالفرونسي. اي خاطر نعمل هكا نولي انا ندخل شي بالي نعملش كي الميلونج بين نحب نولي حتى نحب نولي نحكي بالعربي القحة والفصحى فهمت نلقاش روحي دونك نذيع كي نذيع ما عادش قداش ما عادش نلقاها نلقى كان السوري فهمت كيفاش اما لي انا جو بونس لي لو ميساج اللي عادته الهيكل هذول اللي جاوبني عليه معناتها انا غير كنت كونتر لفت النظر وقلت لي اليوم انا يتعلموا مني فما برشا كلمات نقولوا منها باللغه الفرنسيه يدخلوا ويشوفوا ديكسيونير ويحلوا ديكسيونير ويحلوا جوجل وكل شيء علاش كونسي ان بون فرونسي بوركو با مي اما اليوم ينجم مثلا مراه ولا راجل يكون ماهوش متمكن في اللغه الفرنسيه ويحب يتفرج في هذه اخرتها مش بيقعد يحل في ديكسيونير والا في جوجل ولا يقول ولده فسر لي مريم شنو هي قالت اي مي استنى يا يود de l'exagération même un homme je crois normal faire une ça cette faire paragraphe تاع شين ستابل فرانسيس يخرج لي شويه فرنسي على كل كلمتين عربي اربع كلمات فرنسي اي والله لي ها با دو تو لي والله لي با دو تو يافي دي مومون فريمون تكلمت بالعربيه عربيه معناتها بالديجا بلغتنا فهمت ساعات كي نوح لك جون بلا ان ولا دو مون فرونسي مي نوش معناتها مش قاعده نسالت في دي باراغراف باش ما يفهمش معناتها المواطن فهمت كيفاش في الكواليس اش قال لك برهان بسايس جاي قال لك ما هو القائد الفريق هو الانيماتور دونك هو اللي يجي مثلا كيعمل بكم غيونيون لو اني اشك انه برهان بسايس يعمل غيونيون على واتساب مثلا بعث لك قال لك مريم اسي باش تحكي شويه عربي خلينا ناخذ لفت النظر هذا بعين الاعتبار ونتحاول تعمل مجهود ما عادش تحكي فرونسي برهان قال لي هكا لا نسال فيك هل فما منه ولا ما قاليش برهان شو اسمع نقول لك حاجه sincèrement au Meryl Rami Ouroud et pour moi Brahim Saïd c'est une découverte بالحق 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 باسكو برهان بسايس معناتها محبوب ونحبوه كلنا برهان بسايس معناتها صاحبنا برهان ونحبوه نحبوا برهان من اول الدنيا نحب برهان بسايس معناتها اما اي اما توا سي اون ديكوفيرت ان توك مناشط سا ان توك مناشط اي اكستراوردينير بشهاده توا كبرات في التنشيط فهمت قالوا برهان بسايس ابهرنا شفناه سياسي شفناه كرونيكور اما مناشط سي با ايفيدون معناتها نتاع برنامج وانت تعرف انا خدمت مع برشا مناشطين اما ما شكلتش المناشطين اللي خدمت معاهم ابار نوفل الروتيني انا
بوغ مو المناشدين كلهم تاع البينا. حطيتو في المركز الاول كيسالوك نوفل قالك نحيني، حطيت برهين بسايس قدام على الشابي قدام مناشدين اخرين، بالنسبه ليك هو اللي يكون في المركز الاول برهين بالرغم من علي اللي عنده تجربه كبيره. انا نحط برهين بسايس في المرتبه الاولى بيان سور اي، ومش معناتها انا نذم في علي الشابي ولا حاجه، جامي دو لافي، علي صاحبي ونحبه برشا ونحييه برشا، اما انا معناتها ليه ها استنى دقيقه، علاش نوضحها وضحها، ما تحطوليش تيتخ معناتها علي الشابي من عشان نفك عليهم اللي بوز هذوما نتاع لي نوضح جوست نوضح حاجه، خاطر علي الشابي كي هبط في امور جديه هبط خاطر وقتها ان مومون ونوفل ولتاني الى كيتي الحوار التونسي والمركز نتاع التنشيط معناتها البلاصه نتاع المنشط في امور جديه اللي تي فيد دونك سامي فهري على ليبوك هبط علي الشابي، علي الشابي نيتي با بخي باش ينشط حصه كيما امور جديه الوغ هو مسانس ينشط حصص اجتماعيه ولا تلك شو الحاجة فهمت ماهوش من سنس سيتي با ايفيدونت دو تو بوغ علي الشابي باش يشد لك كوميم وي كرونيكور ولا سي كرونيكور اون ايتي سيس جو بونس اون ايتي سي كرونيكور باش يشد لك سي كرونيكور اللي هما ديجا عندهم بلايصهم ديجا عندهم كريسيون وعندهم ديجا شاربين شاربين البلاتو هو جاي علي سيتي با ايفيدونت بور لوي ولكن نجح والله نجح في وقت ما نجح عمل نسب مشاهدة محترمة اكوت البرنامج نجح وعلي بوتيتر نجح وي في التنشيط في امور جديه ما يقعد ديما انا بور موا برهان بسايس معناتها نيميرو 1 في مش نيميرو 1 معناتها يقعد برهان بسايس هو معناتها بالنسبه ليك احسن اعلامي اي احسن اعلامي اليوم في الساحه كي تتفرج بالنسبه ليك هو برهان بسايس، برهان بسايس يقرر في هذه اخرتها نوفل مرتين باش تغشش عليها نوفل لا نحبوا برشا نوفل هذه اخرتها بالنسبه لي برنامج بعيد عن البوز، يحب يرتقي بالمشهد الاعلامي، يحب يحسن الا يخلي نظره الناس للبرامج التونسيه تتبدل. تتصور نوعيه برنامج هذه اخرتها اليوم تنجم تنجح، تنجم تعمل نسب مشاهده، انا تلفت انتباه الناس ويتفرجوا سختو هي بعيده على البوز مثلا. انا هذه باش نعطي راي مازلت ما قلتوش برهين، باش نقول لك اللي كنتي ونعرف اللي برهين معناتها كي انا ماذا بيا ليميسيون هذا سي ان سوي باش نقول لك اللي كنتي باسكو انا جالي لو بروبوزي ا برهين ابخي بون انا جوغي ايمي معناتها كو ليميسيون برين اون اوتر تورنور شنو معناتها معناتها سكي في برهين سي اكسيلون انا بور موا فرونشمون برهين توا اليوم يدون دو لامبورتونس او ليفر اللي احنا توا اللي احنا توا المجتمع ما عادش يقرا مالوغوزمون اليوم برهين يحب يدخل الكتاب برهين دخل الموسيقى يدخل معناتها تحسوا فنان تحسوا معناتها فما ذوق تحسوا فينو معناتها برهين معناتها تحس ليميسيون نتاعو معناتها انت تعرف انت اورز كل فوا يقص على السياسه باش يدخل الثقافه باريزومب ديما يقص لك يحط لك اغنيه يجبد لك اغنيه معناتها قديمه ويبدا نوستالجيك معناتها محلاها في البلاتو تي ساعات عينيا تدمع انا في البلاتو نقول شو محلاها تونس شنو تحب يبدل ماذا بيا لو كان معناتها الشباب اون ترانش نتاع معناتها الشبان يتفرجوا فينا شويه خاطر احنا جو بونس ليميسيون تاعنا ماهيش قاعده تفرج في ال 20 و 25 سنه فما نوعية معينة من المشاهدين يذهلي جو بونس النخبة ما نعرفش ماهوش المواطن التونسي الشعبي خلينا نقول ماهوش برنامج شعبي برنامج نخبوي علاش ماهوش برنامج شعبي انت توا قلت لا 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 كتاب ونوعية موسيقى راقية علاش نخبوية شوية علاش يا اخي احنا عندنا شعب جاهل اليوم شعبنا واعي على الاخر ماهوش معناها انه ماهوش نخبوي ماهوش جاهل معناها راه ينجم يكون ما يقراش كتاب يحب يسمع راب يحب يسمع مزود يحب هذاك شنو يحب عبدي ما يسمع كان راب ويسمع كان مزود ويسمع كان حاجات واحد سامحني جاهل ماهوش متثقف لا يسمع راب ومزود هكا هاو جاهل لا مش راب ومزود هكا هاو معناتها كان تحط راب ومزود وما تحلش كتاب وما تثقفش وما تعملش كان تاخذ تحكي تسمع كان في راب وفي المزود هكا هاو ماما سي تو توفر با ليسبري فير دوتر شوز معناتها تو مي هاك ما تقدري ما فهمتكش توا انت تقول البرنامج كاينه في ترانش معينه من المشاهدين يتفرجوا عليه فما لي اغزت فما اذا ما فهمنيش بعضنا انا نحبث معناتها كونه البرنامج نتاعنا لا ترانش نتاع الفانتين توا تتفرج فيه على خاطر البرنامج نتاعنا الي لوغ ثقيل جو بونس با كو معناتها شاب عمره 20 سنه اليوم يحب يتفرج
في حاجة كيما هكا فما شيء برامي فوراتي في وسط يبريفير دون سو كا يبريفير جو بونس كي بريفير دون سو كا يبدل ويمشي جو دي تو كشاب نتاع 20 سنة و 25 سنة يعني تحب شوية الضحك وتفديك أنا اليوم علاش قلت لك مش متناقضة ويثولي ما فهمناش بعضنا أنا نحب اليوم كونه في البلاتو هذيك نتاع هذي أخذتها يدخل شوية ضحك ويدخل شوية تفديك سون بوغ أوتون يبدا إكسيسيف لي نجمو هكا نحلوا اللعب شويه معناتها بعد اربع حلقات مانيش غلطه خمسة حلقات داخلين في السيت راضيه على مردودك قاعده ترى في روحك لاقيه بلاستك لا لا مانيش راضيه على روحي عمري ماني باش نرضى على روحي وحتى كان ناخذ جوائز في التمثيل كنت ما نتفرجش في روحي خاطرني عمري ما نبدا راضيه على روحي وما نتفرجش في روحي شو يقولوا لك الناس الناس اسمعني انا اسمع اللي قراب لك اللي يمكن تسمع منهم واسمع رائعهم خاطر لي جون ils ont tendance à te caresser dans le sens du poil اللي هذاك معناتها تيتي فما عباد ساعات يحبوا يتصوروا معاك ويقول لك نحبك الاولين تلقاه يسبك على انستغرام ويسبك على فيسبوك دونك انا جو كخوا با بوكو معناتها انا كي جو كخوا مون بير فهمت بحال العباد اللي يمكن ينقدوك بمحبه فهمت كيفاش دونك هذه اخرتها برنامج جديد برنامج العاب زاد في الثنيه وقتاش البرنامج؟ بالكورونا كل شيء وقف انا تو والله ما عاد عارفه بالكوفر فو حتى عروس وعريس وقفت ما فماش عروسات اكزاكتومون معناتها وقفوا برامجي معناتها وقفوا بور لو مومون بون عندي ان سيت كوم كيما قلت مع لوبنا الزديري عملنا منه كوبي زيرو ان شاء الله نخلطوا نعملوه ويحضر رمضان مازالت فاسون عندنا شويه وقت وكاو نتمنى لك برشا توفيق مريم بن ميمي برشا نجاح تفرجوا عليها كل هالاربعة في برنامج هذه اخرتها على قناة تسعة تري بيانتو ان شاء الله نتقابلوا في الخير ميرسي توت ليكيب ميرسي امينة بوغانجا في العداد ميرسي خليلو في الاخراج ميرسي فريق الديجيتال كنت معكم امي معياري باي باي تشاو تشاو